السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم واحد الطلعه ديال الغنمي في الفران اللي كتجي لذيذه بزاف، وغادي نوجد معكم رغيفات في الفران بالدجاج. عندنا هنايا نص كيلو ديال الفورص، فيه زلافه ديال الفينو. غادي نبداو في الاول بالرغيفات ديالنا. عندي هنايا معلقه ديال الملحه، عندي معلقة ديال السكر، عندي شوية ديال زيت العود، ثمن جوج ثلاثة معالق كبار، ماشي بزاف، وعندي ما دافي باش غادي نعجن. وهاد الرغيفات هادو كتجي بحال اللي درتوهم بالورقه، كيجيو لذاذ بزاف. نتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو، وكيجيو ساهلين دغيا كيوجدوا. وغادي نجمعوا العجينه ديالنا ان شاء الله، والعجينه ما تكونش مرخوفه بزاف نتوما كما كتشوفوا. ومن بعد ما عجننا العجينه ديالنا غادي نغطيوها ونخليوها على جنب، وندوزو نوجدوا العماره ديالنا ديال الدجاج. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج من بعد ما غسلته وقطعته، عندي الفلفله، وعندي البصله والمدنوس، وعندي شويه البزار الملحه وشويه ديال الزعتره، وعندي هنايا معلقه ديال الثومه. وغادي ندوز باش نشحر دوك المقادير ديالي كاملين. غنديرو شويه ديال زيت العود، وغادي نرهنو البصله ديالنا في الاول باش تشحر شويه. وهاد الرغيفات هادو كيجيو لذاذ بزاف، كندير معاهم حتى الدنجال كيجي لذيذ بزاف، كيعطي واحد المذاق مختلف هانتوما غادي تشوفو. وغنديرو الثومه ديالنا، بعد ما طاحت البصيله ديالي غنزيد العطريه ديالي، الملحه والبزار والزعتره. وغندوز باش نزيد الفلفله ديالي. الفلفله كتبقى دائما اختياريه، الا عندكم هاد الملونه ديروها، عندكم غير الخضره ديروها ماشي مشكل. بعد ما طاحت الفلفله ديالنا غنزيدو الدجاج. الدجاج ملي كتغسلوه بالحامض والخل والملحه دغيا كيطيب. وغنغطي على الطاوه ديالي باش طيب، ولا المقلاه ديالي. وغادي ندوز هذا عندي الدنجال من بعد ما قطعته شويته في الشوايه، دهنتو بواحد شويه ديال الزيت وشويته، غادي نقطعو طريفات كما كتشوفوا. باش ملي طيب العماره ديالي غادي نزيد فيها هاد الدنجال، هذا هو الربيع والمدنوس. وبعد ما قطعتهم غنخليهم على جنب حتى طيب العماره ديالي، وعاد غادي نزيد عليها داك الربيع. ما ديروش الربيع من الاول، ما كيبقاش المذاق ديالو حتى كطيب العماره مزيان وكتشحر، عاد كنزيدو عليها ربيع معدنوس. غير المعدنوس ما ديروش القزبر، كنأكد عليكم ما كيجيش بالقزبر مزيان هاد لاغوسيت هادي. غنخليها غير واحد شويه، ومن بعد غادي نحيد المقلاه ديالي من فوق العافيه.
بعد ما تشحرات مزيان هانتوما كتشوفوا غنزيد الدنجال غنحرك وغنتحيلو من فوق العافيه. كما كتعرفوا الدنجال شويتو عاد رميتو عليه. وغادي ندوز نزيد واحد شويه ديال الفرماج ولا الموتزاريلا، كتبقى اختياريه، اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاش بلاش، لان الاساس راه لذيذه، غير هو كيزيدها واحد المذاق زوين. الا بغيتو ديروه ديروه، اللي ما بغاش بلاش. ومن بعد ما ساليت الطياب ديال العمارة ديالي غندوز باش نعمر العجينة ديالي كما كتشوفوا. ضروري ما تورقوها غير بزيت المائدة، خصكم تورقوها مزيان حتى تبقى تبان لكم الطبلة فين خدامين. غادي نجمعوها بحال المحنشات، المهم راهم ساهلين بزاف وكيجيو لذاد. الطريقه راها ساهله بزاف كما كتشوفوا هانتوما. وهاد الطريقه تقدو ديروها باي عماره اخرى بغيتو هانتوما كيفاش كيجيو. وغادي نعاود معاكم مره اخرى بالنسبه للمبتدئات اللي باغيين يتعلموا شي حويجه كما كاملين حنا تعلمنا. دايما هذاك الاخر اللي كيبقى كنديروه من التحت باش ما كتحلناش ملي كطيب. وهادو هما الرغيفات ديالي ولا المحنشات ديالي من بعد ما عمرتهم. غادي ندوز ندهنهم بالبيض مع واحد الشغيمه ديال الخل. وغادي نرشهم بواحد شويه ديال زريه الكتان على حسب اللي بغى، اللي ما بغاش يقدر يستعمل اي حاجه عنده متوفره. غير انا زريه الكتان كنحاول نستعملها بزاف لان مزيانه الفوائد ديالها كثار. وهادو هما الرغيفات ديالي من بعد ما طابوا او المحنشات، كل واحد كيفاش كيسميهم. المهم انا هاد العجينه هادي عندي معتمده فرغايف ولا مربعين ولا هكذا مدورين، كتجي لذيذه بزاف، كتجي بحال الورقه. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي رقيقه.
وغادي ندوزو دابا باش نشرملو الكتف ديالنا باش نحشيوه في الفران. انا ما كنفوروش عاد كنحمرو كنحشيه ديريكت في الفران. عندي هنايا كتف ديال الغنمي، عندي شويه ديال الثومه، عندي ملحه، شويه سكنجبير، بزار، وشويه ديال السودانيه او الفلفله الحاره. عندي هنايا شويه ديال الزعتره، ازير والسلميه كلهم يابسين، وواحد شويه ديال زيت العود. واخا انا عندي الثومه مطحونه مع زيت العود ولكن كنزيد واحد شويه، وغادي نحركها مزيان، وغادي ندهن اولا نتبل هاد الكتف ديالي مزيان كما كتشوفوا من بعد ما غسلته وخليته يتقطر. كتحاولوا تدخلوا داك التتبيله في دوك البلايص اللي قطعنا او اللي حلينا. المهم انا في هاد التتبيله هادي ما كنديرش الكمون، الا جربتوها غير هكذا غادي تعجبكم، كتجي لذيذ بزاف. وناخذ اللاطه اللي غتدخل الفران، غادي نفرش فيها واحد البابي سولفيغيزي وعاود نغطي به من الفوق كما كتشوفوا، وعاد غندير البابي الومنيوم من الفوق وغندخلو الفران يكون سخون مزيان. وعلى حسب اللحم الا كان عندكم كبير او لا يكون شويه صغير دغيا كيطيب. انا خدامني تقريبا جوج سوايع ونص باش طاب مزيان في الفران. وغادي ندوز نصوب الخضره ديالي باش غنرافق هاد الكتف. هذا عندي هنايا بطاطا غادي نسلقها، شويه ديال الخيزو، وعندي هنايا شرموله باش غنشرمل الخضيره ديالي، قزبور، تحميره، كمون، وراكم عارفين الملحه وشويه ديال الحار. وهذا هو من بعد ما طاب الكتف ديالي، هانتوما كتشوفوا كيجي فتي. وغادي نزينو دابا بالخضره ديالنا من الجناب، وكيجي لذيذ بزاف بداك الاعشاب المنسمه. طبعا من بعد ما طيبت شرموله ديالي وسلقت الخضره ديالي شرملتها، ودابا غندوزو للتزيين. هانتوما كما كتشوفوا والخضره كتبقى دائما اختياريه. والبسباس ما سلقتوش، درتو ديريكت في الشوايه كنشويه، كيجي لذيذ بزاف. وشويه ديال البروكولي حتى هو طيبتو غير في الفران. انتما كيف ما كتشوفوا كيجي مشوي لذيذ. وكنزينوا به من الجناب
كما كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكسف ديالنا في الفران، وكنتمنى تجربوه بهذه التتبيله هذه وغادي يعجبكم بزاف، كيجي لذيذ بزاف. وكنتمنى يعجبكم، وبسلام عليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.